انتخب السفارة قد اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة قصد تمكين المواطنين والمواطنات الجزائريين والجزائريات المقيمين والمقيمات هنا بالقاهرة الإدلاء بالتصويت في ظروف حسنة. أنتهز هذه الفرصة لأدعو كافة المواطنين والمواطنات المقيمين هنا في القاهرة والمسجلين في القوائم الانتخابية أن يتقدموا إلى مكاتب التصويت هنا بالقاهرة أو بالإسكندرية كي يدلوا بأصواتهم.